اليوم جيت بفيديو جديد، غادي نديرو الروتين ديال اللي كنتبع في تنظيف القدمين. المرة الفايتة صايبنا اليدين ديالنا وتحلينا فيهم، دابا غادي نوريكم الروتين ديال الرجلين. غادي نحتاجو كأول حاجة غادي نديرو، غادي نحيدو الصباغة اللي عندنا في الاظافر ديالنا ديال رجلينا واحد القطينه، وغادي نحتاجو الحكاكه ديال الرجلين اللي عندكم في الدار، اللي عندكم متواجده في الدار. انا عندي هذه، اللي عنده الماكينه ديال الماكينه، اللي ما عندوش يدير حجيره كما بغات تكون. غنحتاجو هذه باش نشيتو شويه الاظافر ديال الرجلين. غادي نحتاجو شويه ديال الاملاح، هادو ناتورال سي مينيرالز، هادو املاح معدنيه كيداروا في الماء فاش كنحطوا فيهم الرجلين ديالنا. ومن بعد غادي نحتاجو واحد ليكسفوليون ديال القدمين باش نحكوا القدمين، وواحد ليكسفوليون ديال راكم توريتو في المشتريات ديالي ديال بريمور، هذا اكسفوليون ديال لو كور كامل غادي نستعملو باش نحكوا به الرجيلات من الفوق. وفاش نساليو غادي نستعملو واحد الكريم ايدغاتونت، واللي غنحتاجو مقص الضفار، ها هو بطبيعة الحال مميز باش نحيدو لابو موخت والمبرد. ومن بعد كنحتاجو الوين غادي ندهنو به الرجيلات ديالنا. دابا اول حاجة غادي نديرو واحد الفوطة ديال القدمين اللي كتكون قديمة ولا اللي عندكم ديال الرجلين باش نمسحو بها رجلينا. اول حاجة غادي نرقد هنا، اعزكم الله سمحوا لي، غادي نسجل الفيديو هنا مباشره في الحمام باش نوريكم مباشره. غادي ندير هنا شويه ديال الماء سخون مع نديروها دابا مباشره باش نرقد فيه الرجلين ديالي. غادي نرمي شويه ديال، ما نديروهش سخون بزاف باش يرطبوا لنا الرجيلات شويه الا كنا غادي نحكوهم. دابا غادي ندير فيهم شويه ديال الاملاح وغادي نرطب رجلي، وهانتوما معايا. دابا غادي نحيد شويه ديال نحيدو الصباغه من الرجلين ديالنا قبل ما نديروهم يرطابو. نتوما راه عندي هنا الضفرين كبروا بلا قياس، غادي نحيدها كامله حتى ما يبقاش كاع الصباغه، وغادي نديرهم في الماء اللي درت رقدت مع شويه ديال الاملاح باش يرطابو. هانتوما معايا، غادي نخليهم يرطابو في الماء تا يرطب واحد 5 دقائق، وديك الساعة غادي نحكوهم شوية. هانتوما معايا، غادي تشوفو كلشي بالتفصيل. دابا راه جاي الصيف، بنادم كيدير الصندالة كيدير القرقاوة كيتمشى بالحفا، والقدمين ديالنا كيضيعو معانا مساكن، كيتشققو كاملين، كيولي لنا هاد اللحم هنا لابو موخت من هنا من القدمين. نتو لابو موخت كتكون من هنايا. هانتوما البنات، غادي نبدا غادي نفزق هادي، انا كندير هكا، غادي نهبط هاد الماء صافي. راه كنحاول ما امكن باش تشوفوا، غادي نحط كلشي نحكوهم بشويه، ماشي بعنف، غير بسياسه. كثر اللي كيكون عنده هنايا تشققات يحاول غير بشويه يحيد لابوموخت سيركولير ولا هكا، حتى هاد الطريفات راه كيكونوا حورش بالصنداله. وهاد الجنيب هذا حتى هو هذا الجنيب هذا حتى هو خصنا نحكوه، وهنايا ديال الصبع الكبير حتى هو خصو يتحك. ومن هنايا البنات هنا شتو اللي عنده هنايا هاد الشقيقات هادو كيجيو خايبين، كيبانو خايبين في الصنداله الصراحه.
دونك انا غادي نحكهم كاملين. الطريقه ديالي انا هاد التنظيف نقدو نديروه مره في الشهر، مره في 15 يوم، لان دابا راه الصيف، بنادم كل نهار كيدوش، ماشي غير في الصيف، العام كامل كل نهار الواحد يدوش كيغسل. غادي نغسلو دابا رجلينا ديالنا، دابا غادي نهز هانتوما. خديت هاد ليكسفوليون اللي وريتكم، هاكي كيكون، يكون بحال هو راه حبيبات ديال الفاكهه مع السكر مع لي برودوي اللي كيديروا هما للتنظيف، والريحه ديالو غزاله. شنو غادي نديروا بهذا؟ غادي نحكو لابو ديالنا من الفوق، من هنا غادي نكسفوليو رجلينا من هنايا. عرفتوا واش كيبان لكم ولا لا البنات؟ راني حاولت ما امكن باش تبان مزيان هانتوما. المهم تغلاو في رجلينا، راه الا مشيتي لشي صالون راه لا بيديكور راه كتكون غاليه شويه، لانها الرجلين ماشي هما اليدين، فهمتوا؟ انا صراحه والله شحال هادي ما مشيت، ما نكذبش عليكم، شحال هادي ما مشيت، مرة الواحد فاش يقدر يمشي فاش ما يقدرش يديرها في دارو. هانتوما غادي ناخذ هاد الشويته وغادي ندوز على الفرن ديالي، لان كيكون بعض المرات هنايا الوسخ. بغيتو ديروا الصابون وتزيدوا، انا ما نحتاجش ندير الصابون، غادي ندوز عليهم غير هكا. صافي دابا غادي نغسلهم. راه عندنا في هاد ليكسفوليون فاش كنديروه الرجلينا كتبقى الرجيله بحال ايدغاطي، كتبقى رطيبه ايدغاطي، راه ما عرفتش كيبان لكم الفرق ولا لا، كتبقى الرجيله بيان ايدغاطي بحال اللي درتي شي دهن مزيونه والريحه غزاله. غادي نقول لكم مال باش يمشي للحمام يدير شي غسله فاعله تركا رجيلاتو، ما سخيتش يحيد ما سخيتش يحيد رجلي من الماء. ايوا دابا غادي نهزو واحد الفوطه وغادي نشفو رجلينا شوية علينا البنت، لا تربع لا صلاح، فاش نكونو كنديرو شي عناية بيدينا ولا بلوكوغ ديالنا ولا برجلينا نديروها في واحد الوقيتة لو مومون لي يكون عندنا الخاطر ويكون عندنا الوقت، ما نكونوش مزروبين، لأن الزربة ما غاديش تعدلي حتى حاجة. هما هادي فوطة خاصة غير بالرجلين بالقدمين، نمسحو رجلينا نمسحوهم من بين من هنايا. حاشاكم البنات، حاشاكم حاشاكم حاشاكم، اسمحوا لي، ولكن بغيت غير نشارك معكم الروتين ديالي ديال رجلي. ها نتوما معايا دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. دابا هنا ناخذ مقص الضفار اللي عندكم وغادي نقطع هاد الضفيرات كاملين، غادي نقادهم ونقطعهم، نقطع شويه من هنايا. ها نتوما معايا تشوفوا، لان دابا الضفيرات كيكونوا رطب بالماء،
ساهلين ما يحرقوناش. ما احسن من الرجلين فاش كيبانوا نقيين. هذا راه ما عنديش كبير بزاف، ان شاء الله غادي نقطع عاوتاني الاظافر ديال الرجل الاخرى. غادي نحاولوا ناخذوا عويد ديال الخشب وغادي نحاولوا نقيو الاظافر الاجانب من الجوانب من هنايا، لان مع الصباط والتقاشير الواحد كيكون هنا متراكم شويه ديال الاوساخ. نحيدوها، نحاولوا ننظفوهم كاملين الضفيرات، ندوزوا عليهم. هذه الطريقة ديالي، كل واحد وطريقته. المهم الإنسان يعتني شوية به. راه كيكونوا فيهم الوسخ صحابكم، هاد المخا كيدوش كل نهار. ندوز الرجل الاخرى عاوتاني، الا سمعتو شي صداع راه عندي اللافادورا شغاله، راكو عارفين بنادم سبتو لحد الوقيته ديال التنظيف. غادي نعاود نقطعها شويه من هنا. غادي ناخذ واحد المضرب اللي عندكم، نحاول نتحز شويه راه هكا باش يبان لكم. غادي نهز شي مبرد اللي يكون ما يكونش حرش بزاف، انا عندي هذا زوين القدمين مزيان. غادي نحاول نبردهم باش ما يبقاش يشد لنا في الفراش ولا في الحوايج ولا اللي غادي نزيد نقطعها قدها. غنمش من شويه من الفوق هكا. نجيو عاوتاني هنا نحدد واحد القطينه ونحيد هذيك، نمسحهم شويه هكا من الفوق. عاوتاني هذا نمسحو. هما دابا مسوحين نقيقين. شنو غادي نديرو؟ غادي اللي عندكم الصباغه اللي عندكم، انا عندي هادي وعندي هادي. غادي ندير هاد اللوين بارد، هو او ميم طون مقوي الاظافر ومحافظ عليهم، ولون صيفي بارد زويون. وهذا اللي غادي ندير لهم. راكو عارفين مع الصلاه بنادم واحد النهار ويحيدها ويدير بريون عاوتاني. شتو كتجي بو لا كولور ديال لا بو كارني، كولور كارني. غادي ندير له غير هكا شويه غير باش نعطيوهم نفرحوا بهم وصافي. ها هما البنات، درت لهم صبيغه. ودابا غادي ندير، انا عندي هاد لاكريم سكول دي دكتور سكول من الفارماسيه شريتها.
اللي عندكم في الدار اي كريمه، واخا كريمه ديال لو كور ديروها للرجلين ديالكم، غير المهم الواحد يدهن رجليه. هانتوما انا غادي ندهنهم كاملين، ندير لهم شويه المساج. ندهنو هاد القدمين، هما اللي كيخصهم يشربوا لا بوماد. هادو راه مرطب بالاكسفوليوم، اش غادي نقول لكم، مره مره نشريو دوك. شفتو ها ما كيبقاو الرجيلات، احنا نديروهم في الصنيديله باش نخرجوا. ها انتما كيبانوا نقيقين. وهذه هي النهايه ديال الفيديو، تهلاو فراسكم وشيروا لنا بلايك، وكنشكركم بزاف، مع السلامه.